بيعرف يناور كيف وبيعرف ما يقفل الابواب يخليها مواربه وكده، وانه في النهايه ما اداهم الفرصه لانه مثلا يعني استخدموا التوكس بتاعته معاهم استخدام خلاهم دايما عشمانين، عرفتها؟ ودي فكره يعني برضه بتحيدهم شويه، بيتفرغ شرهم ضدك كده. في ناس قاعدين يضيفوا عليها مسألة أخرى، أنه برضو الصادق قاعد يشيل منهم قروش، يعني هم بيفتكروا أنه، ودي قاعد يصرح بها الصادق، أنه من حقنا يعني ما قروش من أبي أي لأنه دي ما قروش، ها؟ ما قروش المؤتمر الوطني، ما قروش المؤتمر الوطني، يعني عشان كده بقول كده، بقول أنه نحن قدر ما أنت حاولت بالمناورات والطوكس والحاجات الزي دي تشيل منهم قروش عشان تحل بهم، عنده مشاكل كبيرة جدا الصادق المهدي بالذات مع جيشه. نفس الحاجة هو الحاجة اللي حصل للصادق المهدي بجيش الصغير ده، جو واحتلوا الدار بتاعت حزب الأمة وضربوا والله يرحمه اسمه دكتور عمر نور الدايم وكده، لأنك انت يعني الناس دي شالوا السلاح ومشوا دارين حارب، وتجي تقول لهم اقعدوا عطالة وفي الدنيا الغالية دي الماء الجوع ضرب الناس كلهم، ما ممكن يعني. فكيف تتوقع ناس زي ناس عبد العزيز الحلو ومالك عقال يقول لك الله نسمع كلامك وخلي جيشنا ده يمشي؟ والله يقطعهم لك حتة حتة، ويجوا ناس بدلهم كمان انت تقول يا ريتني كان لقيت ديك اتكلم معهم. فدل دي البوينت الأساسية يعني. لذلك المسألة بتاعت الانقلابات العسكرية طبعا، شوف السودان ده يعني وصل مرحلة المسائل بعد كده يعني لازم تتغير تغيير راديكالي، يعني ما بعد كده انصاف الحلول ما بتنفع. لذلك عندما يعني يحدث التغيير يعني لابد ان يحصل انقلاب كامل في اساليب التفكير، لابد ان يكون في بارادايم شيفت، يعني لازم يكون في قطع مع الحاجه الحاصله في الماضي دي. ومن ضمن هذا القطع انه بتتاسس الديمقراطيه الحقيقيه. تتاسس الديمقراطيه الحقيقيه اللي توضع يعني يستفاد من الدروس بتاعت الماضي كلها. وده لو ده ما حصل ما يعني بيكون بس زي ما قال الأستاذ محمود محمد طه، كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها. ونحن بعد التجارب دي كلها لو ما ورثتنا الحكمة بحيث أنه لما نيجي يحصل الإصلاح يحصل إصلاح حقيقي وشامل ونهائي، بنكون عوجة كبيرة جدا جدا حقيقة، بنكون ما تعلمنا الدروس. من أجل الموضوع بتاع التعبئة ضد بتعمل الحكومة ضد الحرب في الحرب، سؤالك يا متيام أنه بيقول شنو؟ طبعا ما بيقدر يقولوا كفار، لكن في حاجة فاني جدا أسأل يومين دي في خطبة بتاعت واحد اسمه دكتور مين الجزولي، شايف عمل الله بوستنج ما سمعتوه أنا ضد الحكومة. ففيها أنه قال للعلماء بتاعين الحكومة دارين يطلعوا فتوى يقولوا فيها السماح للمنظمات الدولية بأنها تجي في جنوب كردفان حرام، يطلعوا فتوى زي دي. وهو مع أنه متشدد أكثر منهم، لكن قال لهم طيب واليونميت حلال واليونميس حلال وكل والناس دي كلهم ما كانوا قاعدين ليه زمان حلال وهسه حرام، يعني ابتدوا هم ذاتهم يطلعوا ليهم التناقضات بتاعت خطابه. فبالمناسبة التعبئة فيما يتعلق بالحرب في جنوب كردفان وفي جنوب وفي النيل الأزرق فاشلة بنسبة 100%. أول حاجة الشعب زهجان وجعان وما شغال بيهم، عملوا موضوع الدفاع الشعبي ده لما فتحوا زمان بيفتحوا دفاع شعبي في المنطقة، فتحوا في الدمازين قالوا الأعداد جاتهم
كلها ما زادت من 400 نفر. فبعد كده قفلوه، قاموا جابوا الدفاع الشعبي القديم بتاعه ده من الخرطوم ونقلوه هناك. الشعب ما مهتم، وطبعا دي ذاته كعبه، لكن بالنسبه لهم كعبه انه ما مهتم بمساله الحرب دي ولا داخل فيها ولا خشل في مزاجه. وقدر ما حاولوا الاحزاب الثانيه كلها رافضه الحرب. نحن جبنا بعد حرب مباشره، يعني ايام بعد الحرب ما اندلعت في جبال النوبه، دعينا جميع الاحزاب قاده الاحزاب السياسيه في الجبال في منطقه جنوب كردفان بما في ذلك المؤتمر الوطني، ودعينا قاده السيفل سوسايتي كلهم، ودعينا الاكاديميين، والناس دول كلهم عملنا اجتماع كبير وطلعوا بيان ونشر. في البيان ده قالوا يا جماعه لابد من وقف الحرب وبدء العمليه السياسيه. وما في زول مع الحرب كله ولا في زول دايره، لدرجه انه الناس الحكومه توتروا وابتدوا يقولوا بعد ده الناس اللي بيتكلموا عن السلام ديل حقه الحكومة تتعامل معاهم تعتقلهم. يعني لو جيت تكلمت عن السلام، أنا بالمناسبة استدعوني ناس الأمن وعملوا معي تحقيق، بدأ بأنك كيف تعمل لك اجتماع تتكلم عن تقول أعملوا سلام في جبال النوبة. قلت لهم دارين ندعو للحرب، يعني أنا بدعو للسلام، انتوا دايرين الناس يدعوا للحرب ولا شنو؟ انتوا غاوين حروب؟ ده ما شيء طبيعي جدا، ده دوري ودور اي زول ودور الناس اللي انا دعيتهم كلهم وجدل، قالوا ده حرب عبثيه ما في لها داعي انه يكون في سلام وتبدا عمليه سياسيه. فما قدروا طبعا يقولوا حاجه، يعني لانه فجاه كده اكتشفوا انه المنطق بتاعهم ده ما معقول، يعني ما معقول يقول لي اي لا لازم نحن دايرين حرب. فاشلنا، ما في طريقة للتعبئة، كله وهم شعروا بالموضوع ده لدرجة أنه بدأوا ينتقدوا الأحزاب ويقولوا لازم نحاسب الناس اللي بدعوا للسلام. نجي نرجع لسؤال عن الانتخابات ومعاه السؤال كيف سمحت للمراكز، لكن نبدأ الموضوع بتاع الانتخابات. نحن راقبنا السجل الانتخابي في ايام التسجيل وراقبنا الانتخابات. نحن عملنا حاجه اسمها تمام، اللي هي تحالف منظمات المجتمع المدني العامله في الانتخابات. وتمام في مجمله نشرت 3200 مراقب بالتعاون مع مركز وتمويل من مركز كارتر. أول حاجة راجعنا السجل وكتبنا فيه تقريرنا، تقريرنا موجود. التسجيل طبعا كان بتاع تسجيل قام الدول الحكومة بغرض تزوير السجل الانتخابي. كيف؟ الاستمارة الأولى بتاعت التسجيل طلعت زيه وزي أي استمارة تسجيل بتاع انتخابات في جميع أنحاء العالم، اللي هي فيها المعلومات الضرورية للشخص المعين، اسمك، العنوان حقك، رقم تلفونك، ورقم السجل بتاعك. كويس. طيب جاء السؤال عن الدوكيومنتس اللي بتثبت شخصية الزول، هل شنو؟ قالوا البطاقة، ما كل الناس عندهم بطاقات. طيب اعتمد البطاقة أولا كواحد من الإثباتات، لكن قالوا ثاني مثلا شهادة اي شهاده، اي ورقه جنسيه، لو عندك كان جنسيه كان كده كلها تعتمد، لكن في ناس ده كله ما عندهم، قالوا نضيف عليهم